أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من أحداث وأصداء إلى اليمن، حيث بعد اختيار وانتخاب والتأكيد على الحكومة الجديدة، حكومة السيد بحاح، الذي أكد هو بنفسه على أنها ستستمر في العمل وأنها ستواجه كل هذه المصاعب والمتاعب التي يسببها عناصر ومجموعات، سواء الحوثيين سواء القاعدة سواء الحراك في الجنوب الذي بدأ يتسع يوما بعد يوم، مطالبا بالاستقلال والعودة إلى ما قبل 94، يعني الانفصال والعودة من الجنوب والشمال. إذا هناك حراك سياسي وهناك حراك ميداني، هي أهم العراقيل التي تقف أمام الحكومة الجديدة. إذا تحديات الحكومة الجديدة ستكون موضوع حديثنا في هذا الجزء المخصص لليمن، ولهذا الغرض أرحب بضيفي من ليفربول الأستاذ محمد أو الدكتور محمد الفقيه، الناشط السياسي اليمني. أستاذ محمد مرحبا بك. بداية، ما تعليقك على تمكن الحكومة من المضي والتشكل على الأقل برغم الجو المتوتر والمتوتر جدا الذي يحركه من جهة المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح، ومن جهة أخرى يحركه كذلك جماعة الحوثيين؟ برغم كل هذا التجاذب تمكن على الأقل السيد بحاح إلى حد الآن من تشكيل الحكومة والمضي بها إلى الأمام. ما تعليقك على الجو بصفة عامة الذي شكلت فيه هذه الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، أحييك وأحيي مشاهديكم، مشاهدي قناتكم المحترمة، وأعلق على تشكيل الحكومة الجديدة التي حقيقة نبارك تشكيلها ونشد على أسرها. الحكومة الجديدة هي حكومة كفاءات، وحقيقة الكل، كل الأحزاب وقعت وفوضت الأخ الرئيس عبد الرب منصور عادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح بأن يقوموا بتشكيل الحكومة من الكفاءات وليس كالحكومة السابقة التي كانت محاصصة أو مقاسمة بين الأحزاب. ولذلك على الجميع أن يقف إلى جانب هذه الحكومة التي فيها كثير، حقيقة نقولها بكل صراحة، بأن فيها كثير من الكفاءات التي نشد على أيديهم، وعندنا أمل بأنهم سيكونون، يعني سيلملكون ما خربه سيد محمد من كان قبلهم. دكتور محمد، الحوثيون في تعليقهم على الحكومة ذكروا أنها حكومة مخيبة للآمال، برغم أنهم كانوا موافقين على تشكيل هذه الحكومة بهذا الشكل. يعني هؤلاء حقيقة الحوثيون أثبتوا أنهم مجرد مجموعة مرتزقة، مجموعة من الفاسدين تحالفوا مع مجموعة من الفاسدين بقيادة الرئيس المخلوع ومن سار في هواهم من مرتزقة المؤتمر الشعبي العام. حقيقة هؤلاء حقيقة يعني يمضون في وادي والناس في وادي، ولكن الرئيس هادي الآن أمامه فرصة كبيرة وسانحة، وسيجد الشعب وراءه إذا دعم هذه الحكومة وجعلها تقوم بواجبها، فالشعب كله سيكون وراهم، والمجتمع الدولي كله سيقف إلى جانبهم، لأن هذه هي الفرصة الوحيدة التي تنقذ اليمن من مؤامراتهم. فقد اتضح تحالفهم، التحالف الهدام الذي يعني يسعى إلى تدمير اليمن وإشعال الحروب هنا وهناك، وهم ما زالوا في الميدان يقتلون ويشردون ويخربون البيوت على رؤوس أصحابها، وهم الآن في رداع وفي في 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 منطقة خبزة بالذات الآن يحاولون يعني يبيدون الناس ويهدمون البيوت على ساكنيها وشردوا الناس. وحقيقة الحكومة إلى الآن
ما زالت ساكتة، والمجتمع والمنظمات المحلية والدولية لا يعني لا تحرك. طيب. ساكنا. دكتور محمد ابقى معي، سأعود إليك مشاهدي الكرام، ورحب بانضمام الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد مرحبا بك، تعليق سريع لو سمحت على تشكيل الحكومة برغم العراقيل إن صح التعبير، سواء من المؤتمر الشعبي العام أو من الحوثيين، وأنت تعلم أن كلا الفريقين وصف هذه الحكومة بأنها حكومة مخيبة للآمال نعم، هو الإشكال ليس في الحكومة في تصورها، الإشكال في اليمن الذين يحاولون أن يسحبوا المشكلة على أنها مشكلة الحكومة، يريدون أن يغطوا على مشكلة أعمق بكثير. المشكلة في اليمن مشكلة الجماعة مسلحة انقلبت على العملية السياسية برمتها واحتلت العاصمة وتوسعت في مدن أخرى خارج العاصمة، جنوب العاصمة، وأيضا بعد أن سيطرت على مناطق شمال العاصمة. هذه هي المشكلة إذا أردنا أن نواجهها. أما أن نذهب بالهروب من المعركة الحقيقية، معركة العملية السياسية، إلى افتعال مشاكل جانبية تتمثل في الحكومة، ماذا ستفعل هذه الحكومة في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة؟ ماذا ستفعل هذه الحكومة في ظل سيطرة الحوثيين على القرار السياسي والعسكري أيضا في البلاد؟ أنا في تصوري أن الحوثيين يريدون أن يبعدونا عن الصراع الحقيقي، أو عن المشكل عفوا، عن المشكل الحقيقي في البلد، وهو مشكل الانقلاب الواضح على العملية السياسية. الانقلاب الذي بدأ عسكريا بإدخالهم إلى عمران وصنعاء، ثم أكمل سياسيا عن طريق الإطاحة بالرئيس هادي والدكتور الإرياني من المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق صالح، بما ينبع عن تحالف حقيقي لأطراف هذا الانقلاب على العملية السياسية، وللأسف الشديد تحالف جهوي مناطقي. الرئيس صالح كان يقول أن الحوثيين على مدار سنوات طويلة حروب ست خاضها معهم وخاضوها معه، كان يقول أنهم أعداء الجمهورية، واليوم تحالف طيب معهم دكتور محمد. أو معهم، والحوثيون بالمقابل كانوا يقولون أن الرئيس صالح هو رأس الفساد، واليوم هم الذين يحرسون مبنى طيب. أو بيته أو عندما دكتور محمد حرصه. دكتور محمد، من بين المهام الموكلة لهذه الحكومة التي هي في كل حالات حكومة مؤقتة وستسير الأعمال لحين تنظيم الانتخابات، هل ستتمكن بتقديرك هذه الحكومة الحالية من تنظيم الانتخابات في الوقت المقرر؟ الأول أن الوقت لم يقرر بعد، يعني أين متى ستكون هذه الانتخابات، هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الحكومة بالوضع الحالي، بالأوضاع الحالية التي تسود البلاد، لا أعتقد أن الانتخابات حرة ونزيهة سوف تكون، لأن الانتخابات الحرة والنزيهة لا تكون إلا في ظروف طبيعية. مع ذلك إذا اجترحنا المعجزة واستطاعت الحكومة أن تصل إلى اتفاق مع الحوثيين الذين يحتلون اليوم صنعاء بانسحاب ميليشياتهم من شوارع العاصمة، وانسحاب عناصرهم المدنية التي بدأوا بغرسها كخلايا نائمة في أجهزة الدولة، وهم اليوم يحاولون أن يتحكموا في جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية، ويضغطون بعناصرهم بدفعها في كل الاتجاهات، ويضغطون بتوظيف آلاف من عناصر ميليشياتهم في وزارة الداخلية وآلاف أخرى للتقدم إلى الجيش. إذا ما توصل الفرقاء السياسيون إلى حل مع الحوثيين لهذه المعضلة، هنا يمكن أن نتحدث عن ظروف طبيعية يمكن أن تجري فيها انتخابات حرة ونزيهة. نعم. سواء كانت هذه الانتخابات برلمانية أم رئاسية. دكتور محمد، الحديث عن انسحاب الحوثيين من العاصمة، هم دخلوا كما يقول بعض ليحكموا وليبقوا هناك، ما هو السبيل لإخراجهم الآن من العاصمة؟ طبعا هم الآن يعتبرون أن لهم اليد الطولة في العاصمة، لكن وإن كانت لهم اليد الطولة في العاصمة فليست لهم اليد الطولة في اليمن، لأن اليمن طبعا ليس العاصمة صنعاء، العاصمة صنعاء هي عاصمة البلد، لكنهم لا يسيطرون حتى مع سيطرتهم على المناطق التي بسطوا أيديهم عليها الآن، لا يسيطرون إلا على الجزء الأقل من شمال اليمن أو مناطق شمال الشمال والوسط أيضا، أما الجنوب بمساحاته الواسعة والمحافظات الأخرى في تعز، في إب، في شرق البلاد،
لا يسيطرون عليها، وحيث يوجد التكتل أو الكتلة الجغرافية الأكبر والكتلة البشرية الأكبر. إذا وإن كانوا سيطروا على العاصمة لكنهم لا يسيطرون على البلد بمجملها وبأكملها. وأنا في تصوري أنهم إذا ما استمروا في مشروعهم هذا فإن سنخسر وحدة البلد، وهم سيخسرون أيضا، لأنهم الأجزاء التي يسيطرون عليها ليست بالأجزاء التي يمكن أن يستفيدوا منها. هم يسعون للاستفادة من مناطق النفط في شرق البلاد. طيب دكتور محمد، لما تقول سنخسر وحدة البلد، هل تشير إلى إمكانية تقسيم اليمن مجددا شمال وجنوب؟ ليس شمالا وجنوبا، وإنما ربما ينقسم الشمال إلى مجموعة من الشمالات إنجاز التعبير، والجنوب إلى عدد من الجنوبات إنجاز التعبير أيضا، لأنهم الآن يفرضون على البلد حربا طائفية. الناس يريدون أن يترفعوا عليها، أو يريدون أن يتجاهلوها، أو يريدون أن لا يقولوا بأن هناك حرب طائفية، لكن الواقع أن الحوثيين تحت مسمى الحرب على الإرهاب الآن يدخلون في مناطق التماس المذهبي مع مناطق السنة الشافعية في اليمن، يقاتلون أبناء القبائل في قيفة في محافظة البيضاء، الشرفاء الذين يدافعون عن أعراضهم وعن أرضهم اليوم يقاتلهم الحوثيون بحجة القتال تنظيم القاعدة. صحيح أن عناصر أنصار الشريعة موجودون في هذه المناطق، لكن أغلب المسلحين القبليين اليوم في محافظة البيضاء يدافعون عن أعراضهم وعن شرفهم وعن عرضهم وأرضهم فيها، مقابل هذه الهجمة التي تستهدف وجودهم تحت ذريعة الحرب على الإرهاب. والغريب أن الحوثيين في الوقت الذي يرفعون شعار الموت لأمريكا، الطائرات الأمريكية هي التي تضللهم وهي التي تعطيهم الغطاء الجوي، ومن تحت هذا الغطاء الجوي يزحفون على مناطق القبائل في البيضاء. وإذا ما دخلوا منطقة بعد أن تكون الطائرات الأمريكية قد قصفتها، وإذا ما دخلوها يصرخون الصرخة المعهودة السمجة التي لم يعد لها أي معنى ولا طعم، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. طيب دكتور محمد، هناك أخبار من مصادر دبلوماسية تؤكد مغادرة صالح إلى المغرب، هل لديك شيء من هذه المعلومات؟ يعني ولماذا إلى المغرب بالضبط؟ يعني أنا في تصوري أن صالح لم يغادر لأنه ليس معنيا بالمغادرة. هذه أظن أنها تسريبات، لأنه صالح حتى وإن غادر فهو سيغادر ربما إلى الخليج، إلى أحد بلدان الخليج العربي. المغرب ليس لصالح حسب معلوماتي استثمارات أو أموال هناك يستطيع أن يلحق بها. صالح إذا هاجر ربما يهاجر إلى إثيوبيا، هناك استثمارات لصالح في إثيوبيا، هناك أيضا استثمارات في بعض دول الخليج التي ربما يهاجر يترك بلد صالح إليها. لكن في تصوري أن صالح موجود في صنعاء ولا ينوي الخروج، خاصة إذا ما طبق صدر قرار دولي أو طبق في شهر فبراير القادم بمنعه من السفر فإنه لن يخرج. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جميح، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من ليفربول. أعود إلى ضيفي الدكتور محمد الفقيه. دكتور محمد، بتقديرك دعاوى الآن الجنوبيين صح التعبير أو بعض من في الجنوب بالاستقلال أو بالانفصال مجددا، هل تجد لها في الواقع ما يصدقها، ما يدفع فعلا نحو هذا الانفصال من جديد؟ هل هناك حاضنة شعبية لهذا المطلب؟ والله يا أخي، إخواننا في الجنوب عانوا ما عانوا الكثير من سياسة التهميش والفيد اللي هو اغتصاب الأراضي واغتصاب المؤسسات بأيام الرئيس المخلوع. وحقيقة هذا الرجل ما زال يعني يسعى، لم يكتفي بما يسعى لتدمير البلاد بتحالفاته الجديدة مع مجموعة من المرتزقة أو من الإرهاب الجديد، سواء إرهاب القاعدة أو إرهاب الحوثيين. فما زال يشتغل ويدمر في الشمال وفي الجنوب، وربما كما قال الأخ الزميل دكتور جميح بأن الجنوبيين ربما يعني يكونوا محقين بما يسعون إليه، وربما الشماليين أيضا يتجزؤون بسبب هذه الأعمال التي ما زال يعني يستثمر في
يستثمر الأموال التي نهبها ويصرفها على البلطجية وعلى المرتزقة من الخونة ومن القتلة ومن المجرمين، ويدير المنظمات الإرهابية سواء كانت في الشمال أو في شمال الشمال أو في الجنوب، ويدمر البلاد على 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 ساكنها. وحقيقة الآن أصبح وضعه حرجا لأنه أوراقه أصبحت مكشوفة لدى الجيران. نعم. ولدى الإقليم. طيب. أو دول الإقليم ودول ولدى المجتمع الدولي. دكتور محمد ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك إلى اليمن من جديد. مشاهد الكرام، معي عبر الهاتف عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الجماعة الحوثية الأستاذ حسن الصعدي. سيد حسن، مرحبا بك. أنتم كنتم دعوتم في البداية إلى تشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع، وربما حكومة هذه الكفاءات أو التكنوقراط كما تسمى بمصطلح آخر هي الأقرب لرضاء الجميع، ولكن موقفكم لا يزال متصلب تجاه هذه الحكومة وسميتموها حكومة مخيبة للآمال. لماذا؟ لا، الأمر يحتاج إلى نحن في البداية. نعم. كنا نمضي وفد اتفاق الشراكة والسلم وحسب ما هو متفق عليه بين جميع القوى السياسية، وكان دورنا إيجابيا في هذه المرحلة. عندما تم تقسيم أو تم توزيع الحصص الحكومية باعتبار المشترك والمؤتمر والحراك الجنوبي وأنصار الله. نعم. وكانت على وفد هذا التقسيم كنا سنحمل 6 حدائق والمشترك 9 والمؤتمر 9 حدائق والحراك 6، وكانت العرقلة اصلا من المشترك هو الذي كان يعارض. وكنا في بالعكس تماما، كنا ندفع نحو انجاحها وتنازلنا عن الكثير، بل وقدمنا بعض المقترحات حتى في هذا بما يؤدي الى تنازل زائد على المطلوب منا حتى ننجح الحكومه، ولكن تصلب المشترك وانتهى الامر الى الخروج باتفاق على ان يكون هناك حكومه كفاءات بدل هذه الناشئه المحاصصه. وعندما جاءت حكومة الكفاءات تم وقعنا مع القوى السياسية على أن يكون على أن يفوض عبد الرب هادي ورئيس الوزراء باختيار الوزراء، لكن وفق بنود اتفاق الشراكة والسلم ومعايير هذا الاتفاق التي تعني النزاهة والحيادية والكفاءة. طيب. وفوجئنا بالاختيار بصورة يعني غريبة لا تتناسب ولا تتوافق تماما مع هذا الاتفاق، حيث جاءت اسماء وزراء عليهم ملفات فساد معروفه مشهوره واضحه للجميع. طيب استاذ حسن، سيد حسن انتم جربتم حكومه المحاصصه الحزبيه ولم يعني لم تذهب بعيدا، سقطت لان الخلاف بقي قائما بين جميع المكونات التي ذكرتها انت. اليس الافضل الان كما يقول البعض لليمن خاصه في الوضع الراهن هي حكومه كفاءات حقيقيه لا تنتمي إلى حزب، تقود البلد إلى انتخابات ربما تكون حتى قريبة؟ لا نختلف على هذا الكلام مطلقا، فعلا نحن نريد حكومة كفاءات، ولكن السؤال الآن الذي يطرح، هل هذه الحكومة التي اختارها عبد ربه هذه حكومة كفاءات؟ هل يرضى اليمنيون بهذه الحكومة؟ هذه الحكومة التي اشتملت على وزراء عليهم ملفات فساد واضحة وبعضهم ليست لديه خبرة ولا كفاءة؟ هذا الكلام هو الذي يحتاج إلى معالجة. نحن بالعكس يعني اذا كانت حكومه كفاءات لا يمكن ان نعارض ابدا على الاطلاق. طيب الان البعض يقول ان كل هذا الذي تذكرونه هي حجج فقط للبقاء في صنعاء، لانكم دخلتم هناك لتبقوا، وكل ما يقال من مساومات ومن اتفاق الشراكه والسلم كل ذلك ليس على وجهه الحقيقي ولكن لكي تبقوا هناك، ما ردك على هذا الكلام؟ جميل، هذا من جهتين، أولا إذا كان يقول ذلك فعليه أن يثبت فعلا أن الوزراء الذين لنا عليهم ملاحظات أنهم ليسوا كذلك، ونحن سنثبت العكس، يعني باستطاعتنا أن نقدم ملفات، باستطاعتنا يا أخي أن نقدم ما يثبت للجميع أن هؤلاء لديهم اشكالات او عليهم ملاحظات فيما يتعلق بالفساد، لان لدينا ملفات واضحه. فاذا كانت هذه الملفات
لا تعني شيئا لدى هؤلاء، هذا يعني انهم هم من يبحث عن الذراء وهم من يريد ان يقول اننا نعرقل. يعني هل يقبل هؤلاء بان يكون على يعني ملأ وزير عليه اكثر من ملف فساد في اكثر من وزاره؟ طيب ويقبل بهذا الوزير؟ لماذا يا استاذ حسن، سيد حسن، سيد حسن، لماذا لم تقدموا ملفات؟ السيد بحاح طلب منكم ان تقدموا ملفات تخص كل هؤلاء الوزراء الذين تقولون عنهم انهم فيهم شبهه فساد، لماذا لم تقدموها الى هو حسب نحن الان وفق الاتفاق يعني بامكاننا ان نقدم خلال الايام 3 من تشكيل الحكومه. نعم. يعني هو في المرحله هذه، ورئيس الوزراء طلب المهله هذا اشهر للتعديل، ونحن الان بصدد تقديم هذه الملفات. وهناك يا اخي العزيز يعني الامر انا استغرب من هذا الطرح، يعني اليمنيون اليوم يضحون هؤلاء الوزراء يتكلمون عنهم حتى على مستوى الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي، يعني معروف امر مشهور، فساد هؤلاء امر معلوم اصبح. يعني نحن فقط من باب الاجراء الرسمي سنقدم هذه الملفات او نقدمها غيرنا، لان هناك ملاحظات عليهم من الجميع وليس من قبلنا فقط. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسن الصعدي، عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، كنت معي عبر الهاتف من اليمن. وأعود لضيف الدكتور محمد الفقيه الناشط السياسي. دكتور محمد، فيما يتعلق بمؤاخذات جماعة أنصار الله، كما كنت تستمع الآن للسيد حسن الصعدي يقول هناك وزراء الآن في هذه الحكومة الجديدة عليهم ملفات فساد، ولا يمكن لهؤلاء أن يقودوا حكومة أو أن يتواجدوا في حكومة خاصة في الظرف الحالي، هل هذا التبرير فعلا تبرير حقيقي، أم أنه كما يتهمهم البعض بأنهم فقط من باب المماطلة واكتساب الوقت لكنهم لن يخرجوا من صنعاء؟ أخي أقول لك وللسادة الأخوة المشاهدين، أولا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنصار الله وهم أعداء الله، هؤلاء هم لا، خلينا يا أستاذ محمد، كل واحد يسمي نفسه بما يحب وبما يريد. نعم. بما يريد. نعم. بل يسموا أنفسهم ما يشاءون، ولكن مع الأسف هم آخر من يتحدث عن الفساد، لأنهم فاسدين من رأسهم إلى أخمص أرجلهم. طيب. طيب خلينا في المواقف السياسية. من يحمل الفاسدين الآن؟ محافظ صعدة ومثال على ذلك، هم من يحموا رأس الفساد في اليمن كلها، من يحمي علي صالح الآن؟ هم من دخلوا صنعاء يقولون انهم جاؤوا يطهروا علي عبد الله صالح. استاذ محمد، علي عبد الله صالح لا يحميه الحوثيون وليس في حاجه لحمايه الحوثيين، حزبه المؤتمر الشعبي قادر على حمايته، وانت رايت موقف الحزب حينما فصل عبد ربه منصور وفصل الارياني وفصل كل من يقف ضد عبد الله صالح. يعني انا معك، ولكن هذا الفصل حقيقة وسام شرف لعبد الرب منصور هادي وللدكتور الإرياني، وهذا دليل على أنهم على أن هذان الشخصان يعني شخصيات وطنية يجب أن يكون يعني ملكا للشعب كله، ولا يجب أن يكون مرتبطين بالفاسدين ولا بمجموعة من مجموعة المفسدين المتبقية بما يسمى المؤتمر الشعبي العام. ف صار الله لما دخلوا أو لما اغتصبوا صنعاء وعاثوا فيها فسادا، دخلوا لبيوت الناس ودخلوا غرف نومهم وتصوروا هناك، وراحوا وحموا بيت عبد علي صالح الرئيس المخلوع وما زالوا يحموه إلى الآن، وكذلك السفارة الأمريكية، وهم دائما يتكلمون ويسبون أمريكا ليلا ونهارا. طيب. وهم أول من دخل ويحمي السفارة الأمريكية وكونوا يعني حاجز أمني. دكتور محمد، فيما يتعلق بهذه الحكومة بتقديرك، هل لديها سند إقليمي؟ دول الإقليم ودول الخليجية هل تساند حكومة السيد بحاح؟ أنا أقول لك، أنا دائما يعني ليس لي فائدة لا من الحكومة هذه ولا من اللي قبلها، ولكن أنا أقولها وبفمي بأن هذه الحكومة أفضل حكومة لحد الآن
يعني تكونت من شخصيات نظيفة وشخصيات مشهود لها ومن الشباب النظيف ومن الكوادر، كثير من الكوادر النظيفة ما زالت لم تتلوث أيديهم لا بالفساد ولا بدماء الشعب اليمني، وهي الآن حازت على اعتراف أو تأييد إقليمي كثير من الدول المنطقة وأوروبي وأمريكي، ويعني والشعب اليمني أنا أعتقد أنه متفائل كثيرا بهذه الحكومة. نعم واضح. حتى لو كان بينها بعض الضعاف من قليل الخبرة، لكن أشكرك دكتور محمد، شكرا جزيلا وعذرا على المقاطعة. دكتور محمد الفقيه الناشط السياسي كنت معي من ليفربول عبر الهاتف، وإلى صنعاء من جديد معي من هناك الكاتب الصحفي الأستاذ صالح الصريمي. أستاذ صالح مرحبا بك. هذه الحكومة الجديدة ما هي بتقديرك أهم العراقيل التي تواجهها؟ قناة المغاربية بالنسبة لأهم العراقيل التي تواجه الحكومة هي جماعة الحوثية المسلحة. الأخ حسن السعدي ظهر، أنا تابعته في قناتكم قبل قليل، ويتكلم على مسألة فساد وزراء ما وزراء. حقيقة جماعة الحوثي متحسسة فقط من بعض الوزراء، ليس لفسادهم وإنما لاعتقادهم أنهم ينتمون إلى حزب سياسي، وبالتحديد هم ينتمون إلى حزب التجمع اليمني الإصلاح. هؤلاء اللي تم اختيارهم من حزب الإصلاح وهم ثلاثة وزراء، تم اختيارهم لكفاءتهم، ليس لحزب الإصلاح أي صلاح بهذا التعيين، هو يعني اختيار رئيس الجمهورية واختيار سيد صالح. وإذا كان من 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 أستاذ من صالح الوزراء فهو فاخر. نعم سيد صالح، هل تسمعني؟ يعني الحكومة المفروض فيها أنها تكون حكومة كفاءات وأفرادها لا ينتمون إلى أحزاب، أليس هناك كفاءات أخرى تحل محل هؤلاء الثلاثة المنتمين إلى تجمع اليمني الإصلاح؟ ليسوا فقط الثلاثة فقط هؤلاء الذين ينتمون إلى حزب، هناك أيضا وزراء آخرين ينتموا للمؤتمر الشعبي العام، وهناك أيضا وزراء أيضا ينتمون إلى أحزاب أخرى. الإخوة في الحوثيين مشكلتهم أنهم يريد يعني يبحثوا عن مبررات للبقاء في أمانة العاصمة. الحوثيين لا يريدوا أن يحكموا، الحوثيين يريدوا أن يتحكموا، وهناك فرق بين الحكم وبين أن يتحكموا. هم يريدون أن يتحكموا في الحكومة بأكملها، وهم الآن في بعض الوزراء وعدد من الوزراء الموجودين يخشى الحوثيين أنهم لا يستطيعون التحكم فيهم، وهم لا يقبلون حقيقة. هؤلاء الوزراء يمكن وبقية زملائهم لا يمكن أن يقبلوا من جماعة الحوثي أن تقف من وراء، أن تقف أمامهم عائق وأن تتحكم في أدائهم. اليوم لا زالت جماعة الحوثي زي ما قال، مثل ما قال الدكتور محمد جميح، هي تمثل العائق الوحيد أمام 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 نجاح الحكومة الجديدة. ولهذا على الحوثيين أن يبتعدوا عن المناكفات وأن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، هم وقعوا ألا يعترضوا وأن يعني وأعطوا الفرصة لعبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبحاء لاختيار الحكومة، وبالتالي عليهم أن يحترموا هذا الاختيار وأن يدعموا الحكومة من أجل أن تخطو الحكومة وتحقق يعني نصل حتى إلى يعني الاستفتاء على الدستور وأيضا إلى الانتخابات النيابية والرئاسية. نعم أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صالح الصريمي الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدي الكرام، نأتي بهذا إلى نهاية الجزء الثاني من أحداث وأصداء. فاصل قصير ثم نعود لفتح الملف التونسي، فابقوا معنا. سبعة وعشرون مرشحا يتنافسون في انتخابات الرئاسة التونسية ويتوزعون بين سياسيين عاملوا